طموحات جوقة الفرح يعني شوي ما بتتغير إلى حد ما. نحن هدفنا ننشر الفرح دائما من 45 سنة من وقت أسس الجوقة الأب الياس حلاوي. دائما كل عمل بنعمله بيكون هدفه نعكس الواقع اللي عايشينه حتى لو كان مؤلم، ولكن بطريقة نعطي ضوء بالآخر، يعني مثل اللي رح نعطيه اليوم بالمقطوعات، ضوء أمل، يعني مو بس نضوي على الألم. نحن هلا عم نعيش أحلى فترة بكل السنة، هي فترة كتير فيها فرح وكتير فيها معنى، لأنه نحن عم نولد من جديد، لأنه نحن مرق علينا كتير ظروف صعبة، وهي الفترة بالريسيتال اللي عم نعيشه هلا والتحضيرات اللي كتير تعبنا لصرنا 3 أشهر، رجعنا عشنا مرة تانية معنى أنه نحن عنا أمل، عنا أمل أنه قد ما كان الوقت قصير وقد نحن كنا كتير مضغوطين ومع أساس ما نلحق شيء، بس مع هيك قدرنا ورجعنا وصلنا لشيء نتيجة كتير حلوة والحمد لله قدرت توصل لكل العالم. فبس إن شاء الله يكون وضع أحسن بالأيام اللي جاية، ونحن كلنا تفاؤل، ونحن أساساً رسالتنا هي الأمل والتفاؤل. حبينا هاي السنة رغم كل الظروف الصعبة اللي إحنا عم نمرق فيها، كل شخص فينا بجهد كتير صغير منه بيقدر يغير شيء بحياته وبحياة الناس اللي حواليه، فحاولوا دائماً يكون عندكم أمل. رسالتنا اليوم فيها هاي الرسالة، وكل سنة وأنتم سالمين، استمتعوا معنا. نحن هاي أول سنة بتكون شوي هيك مميزة، طالعة من طابع اللي كله فرح وهيك، يعني فرح الميلاد وهيك، فهاي السنة حبينا نوصل رسالة معينة، إنه نحن كان معنا أشخاص بالجوقة واضطروا إنه بحكم مثلاً درس أو شيء تاني إنه يسافروا، فضوينا على هي الفكرة تبع المسافرين وشاركوا حتى معنا بالريستال، وكمان في هدف تاني إنه ضوينا على أشياء تانية، إنه مثلاً في عالم محتاجة، في حتى عملنا حملة سميناها إنه نجمة بتضوي بيت. كتير حلوة مشاركة بالريستال، ونحن عم نغني مشان ولاد يسوع بقلبنا والبلد كله. أنا تدريب ثالث وهي أول مرة بشارك بالريستال، ونحن عم نغني عشان يعم الفرح بسوريا. نحن دورنا إنه نحن نغني عن أشياء للميلاد، وإنه نكون نحن نجوم عم نضوي الليل ورانا. في بعض الأغاني عن بابا نويل وبعضهم عن النجوم، وإنه هن إنه عن ميلاد يسوع المسيح. كثير حابين إنه هالسنة يعم السلام بزيادة، والترتيل اللي بنعمله هي يعني هي ترتيل حتى تلمس قلوب العالم، ما نضل إحنا مثل قبل. بتعرفي الحرب يلي مرت وعالم سافرت، عالم توفيت، عالم شوفي ما في عائلة ما فيها حدا متوفي، ما في عائلة ما عندها يعني مثل وجع وحزن بحياتها. فنحن حبينا أكثر شيء نوصل هذا الشيء للعالم، وقد ما فينا نحن نكون يعني ننشر السلام. هدفنا الأساسي ننشر السلام والفرح لهاي الناس. كنا زي الشجرة الصغيرة ونعلم فيها شجرة.